دكتور محمد المعداوي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة القاهرة. أنا حابب أتكلم على الجلطات الأوردة العميقة، ودي الحقيقة من الأشياء الشائعة وليها مردود مؤثر على حياة المريض اللي بيصاب بيها، وهي من المشاكل اللي قد تؤدي إلى جلطة تحدث في الشريان الرئوي وقد تؤدي والعياذ بالله إلى الوفاة. الجلطة الوردية بتبقى إما إنها تبقى جلطة مبررة أو جلطة غير مبررة، والجلطة المبررة هي اللي صاحبها يعني تعرض لحادث أو إصابة في الساقين أو كانت إصابة عامة في الجسم كله نتج عنها ان هو دخل المستشفى ولازم الفراش لفتره طويله، او يكون اي مريض اخر تعرض لعمليه جراحيه كبيره واستلزمت فتره بنج كبيره او فتره مكوس في الفراش لفتره طويله. دول بنعتبرهم اللي هم الجلطات هي الجلطات المبرره. الجلطات المبررة بتحتاج لعلاج يعني في حدود 3 شهور. العلاج ده بيتكون من علاج دوائي هو منع للتجلط مع النصح بالارتداء شراب والمحافظة على تناول شرب الماء. الجلطات الغير مبررة هي اللي نتجت عن لا شيء، يعني المريض لم يتعرض للحاجات اللي احنا قلنا عليها في الجلطات المبررة، يعني ما تعرضش لإصابة، ما تعرضش لعملية جراحية كبيرة، أو إن هو لقت في السرير لفترة طويلة، ودي بيخلينا دايما نفكر إنه ممكن يكون هو عنده قابلية لحدوث جلطات اللي هم في بعض الناس، ودي بتبقى هم مولودين كده، أو إن هي بيكون اكتسب ده في خلال حياته بعد ما اتولد. النصيحة اللي بنحب نقولها للناس اللي هم علشان نتلافى حدوث الجلطات أثناء الصيام، أو الناس اللي تعرضوا لجلطة وعلشان الجلطة دي ما تتكررش عليهم في الصيام، الصيام بيعرض الجسم بالذات في الفترات اللي هي بيبقى فيها رمضان في الصيف، إنه بيبقى فيه فقدان في السوائل ومن الجسم في صورة عرق، ومفيش تعويض لهذه السوائل المفقودة. فالنصيحة اللي بنحب نقدمها للناس ان هو اللي بنحب نقدمها للناس ان هو يعني يهتم بتناول السوائل في فترة ما بين الفطار والسحور اكتر منها من تناول الغذاء، ويهتم بالأغذية بالذات على الوجبة بتاعت السحور اللي هي نواتج هضمها بتؤدي إلى إمداد الجسم بمية زي اللي فيها ألياف زي البطيخ زي الكنتالوب وزي الخضروات عموما، وإن هو أثناء فترة الصيام ما يتعرضش للشمس فترة طويلة، وإنه لو هو من الناس اللي بتمارس الرياضة تكون الرياضة بتاعته إما بعد الفطار يا إما قبل الفطار في خلال ساعة أو ساعتين قبل الفطار، بحيث إن هو يخلص التمرين بتاعه ويبقى خلاص وقت المدفع. ونتمنى لكم صحة طيبة إن شاء الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.